في توصيات من منظمة الصحة العالمية، أول حاجة تجنب الأخبار اللي بتسيب لك قلق وحزن. تاني حاجة ودي مهمة جدا، حاول أنك تعرف المعلومات عن هذا الموضوع بتاع كورونا اللي هتفيدك وهتفيد حبيبك، ولكن خليها مرة أو مرتين في اليوم. تالت حاجة أنك أنت تفهم اللي بيدور حولك ده هوت ما يبقاش هو كل الحياة، يعني حياتك مش الوباء، حياتك انك انت تتمتع بيها حتى اذا كنت محبوس في البيت او في الزام في البيت. ولذا التلات توصيات دولت اذا عملت بيهم هيقل عندك القلق والخوف جدا. بلاش اكتر ابدا من مرة مرتين تسمع اخبار او تشاهد او تقرأ عن